قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. تصوروا يا خاوتي بأنه كاين واحد المروكي كان عايش آلاز في الجزائر يا خاوتي، عايش آلاز في الجزائر، يخدم في الجزائر، يقتات من الجزائر ويدير فيديوهات في اليوتيوب. في هذه الفيديوهات يبين الأسعار المليحة بزاف مقارنة بشكون بالمغرب. معليناش إلى حد الآن هنا كلش عادي يا خاوتي، لكن اللي مش عادي وباش تعرفوا الحقد المخزني القذر، وصلوا أنهم يهدوا هذا الإنسان، بعثوا له تهديدات رسمية من قبل نظام المخزن. شفتوا شحال حاقدين على حاجة اسمها الجزائر؟ شفتوا يا خوتي شحال توجعهم كلمة الجزائر؟ يو تحيا الجزائر دائما وأبدا. المهم راح تنصدموا كي تسمعوا هذا المغربي يتكلم وش صرا وش ما صراش. زكارة في العياشة يا خوتي، اطغوا على الفيديو هذا باللايكات، ما راكم خاسرين والو، كل واحد فيكم يهبط لتحت يخلي اللايك تاعه، وأيضا خليوا تعليقاتكم وخليوا رسالة لهذا المغربي اللي راهو عايش في الجزائر. والله يا المخزن، الجزائر راح تبقى العقدة الأبدية لكم، العقدة الأبدية لهبلتكم. شوفوا يا خوتي الفيديو نشوفوه كيف كيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام على كل المتتبعين الكرام. سمحوا لنا أخوتي على هذا الفيديو، لكن جرحونا بعد التعليق لحقاش اللي ما عارفش الموضوع غادي نقول له. درت واحد الفيديو على الجزائر، كتبت لهم في العنوان دولة الجزائر تدعم جميع المواد الغذائية، وخرجوا شي تعاليق الناس من المغرب كيسبوني، شي وحدين اللي كيقول لي يا ابن كذا يا ابن كذا، اللي كيقول لي سب لي با، وانا الاب ديالي متوفي وما مولاش بهادشي ديال التواصل الاجتماعي، ما مولاش بالتعاليق. بزاف اللي قالوا لي بلا ما دير هاد الفيديو صافي، وراه غير الدراري صغار كاع، وانا عارف بالله هادو دراري كبار، عارف بان هادو اللي كيسبوا هادو اللي هذا هما اصحاب القنوات ديال الفتنه، عارف بان هادو اللي كيسبوا هما اللي كيديروا رياكشنات وهذا وسب جزائري وسب مغربي وهذا وهذا. والله ما تطولوا بالله العلي العظيم، عاجلا ام اجلا، والله لا طولتوا بالله، راه غير الصح هو اللي كيدوم. دابا انت داير قناه وكتدخل كتقول سب هذا وكبرانات الجزائر ما كدا هادي، وزيد عاود الاخر كيقول المخزن الجزائر كدا هادي، وباغي تدخلوني انا معاكم. انا راه ما عندي بنادم ما يدخلني. انا دابا خوتي سمحوا لي اخوتي المتتبعين، ما بغيتش ندير لكم هذا الفيديو، لكن غادي نجاوب هذا اللي قال لك فاش غتهبط للمغرب غيقبضوك غيجلسوك على كدا على هذا. راكم عارفين شنو، بلا ما نقولها كاينين شي عائله معايا اخويا، فاش نجي نهبط للمغرب راه واحد تلاقاني، لكن عارفك راجل، امك زغلتت عليك النهار اللي خلقيتي، اجي للمغرب، اجي فاش نجي للمغرب اجي تلاقاني وريني ديك الساعات شنو دير. راه صاحبي راه ما كنخافوش، كنخافو غير من الله سبحانه وتعالى. واش فيها الا قلت لك انايا جيت في الفيديو قلت لكم بان الجزائر كتدعم جميع المواد الغذائيه؟ بصح نزيد لك خبر واحد اخر، الرئيس ديال الجزائر قال لهم اقسم بالله العلي العظيم، وكان لقى شي واحد مستحوذ على السلعه وقبضها في المخازن سجن مؤبد، دخل ديرها في جوجل، وقال لهم اللي زاد غير دينار ولا لا دينار، كنقول لكم دابا راني في تونس، لا هما بالدينار، حتى هما بالدينار الجزائري، وقال لهم اللي يزيد غير دينار السجن حتى الخمس من عام حتى الخمس سنين الحبس. ياك شنو فيها؟ انا قلت لك نقص لي من الزيت، انا جيت درت لكم فيديو وقلت لكم اخوتي راه الجزائر كتدعم جميع المواد الغذائيه، وما دابينا حتى حنا الحكومه تنقصنا من الزيت. جاو شي وحدين كيقول لك يا خائن الوطن، واش من وطن خنت انايا؟ واش من وطن خنت؟ ما خنت لا وطن لا والو، واش من انا خنت وطن؟ بحالاش الفيديو غنخليوه هذا ديال الفيديو اللي حطيت فيديو في اليوتيوب ديالي غيبقاو، وبغيتي العنوان نخلي لك رابط الفيسبوك ديالي ونعطيك حتى العنوان ديالي فين ساكن. يا صديقي يا صاحبي، مش عليكم نتوما الحباب والخوت لا الجزائريين لا المغاربه، على هذوك اللي كاتبين لي وبغيتو تتاكدوا من كلامي بطل التعاليق وتقراو. اللي كيقول لي خاين الوطن، اللي كيقول لي كذا، وانا وين خنت الوطن؟ وين انا ديت شي وطن؟ انا الوطن خلقيت في الوطن، ما عمره ما عطاني حتى شي لعبه، وما نستنيش انا الوطن يعطيني، الحمد لله بخير عليا والله مالك الحمد. انا با مات وخلى لي داك الام ديالي عيطت لي في التليفون قالت لي ولدي قرعه الزيت ولات دايره ب 25 درهم، وبيدو الزيت ولا داير ب 120 درهم، ونزيدكم فكره وحده اخرى، عاد تلاقيت مغاربه تلاقيتهم هنايا كنتواجد الان في تونس، لقيت مغاربه شافوني كنهضر هكايا قبيله، كنت كنمونطي واحد الفيديو وقالوا لي اش مغربي، هضرت معاهم قالوا لي اخويا راه صح، قال لي واحد اقسم بالله الا ليسانس ما كنقد نديرو، قال لي كنهبط للمغرب ما كنقدش ندير ليسانس.
نتوما اللي بغى يهضر على هذا قولوا له خائن الوطن وقولوا له بوليزاريو وقولوا له كذا، راه ما عندك ما تصور، هي اللي كتبلي التعليق وكتقول لي كذا، هذه هي اللي هذا كتقول لي بو كذا، انا بو مات الله يرحمه. ونزيدك حاجه، هذوك الجزائري اللي كتسب لهم الشهداء ديالهم، والله غير عيب عليك بالله، ماشي كندافع على الجزائر، وندافع حتى على الجزائر وكندافع على المغرب وكندافع على الموتى. السيد مات صاحبي مات، انت كتجبد الشهداء، اذا انت رخيص وبك رخيص وامك رخيصه، انت اللي خصنا نشوفوا الاصل ديالك منين جا. انت ماشي مغربي، انت حنا خوتي الجزائريين كنعتذر لكم بالنيابه على المغاربه الاحرار، حنا راه ما نسبوش الموتى وكنقدروا الموتى، وما عمرنا خوتي شوف لا انا في تونس ولا راه ما نسب لا تونسي لا جزائري لا مصري لا حتى شي واحد كيشهد بان لا اله الا الله ومحمد رسول الله، راه ما نقدش نسب بنادم ونتحدى اي واحد. هذا اللي يسبني في التعاليق انا كنقول لك نخلي لكم رابط الفيسبوك، ادخل صيفط لي طلب صداقه وروح بيا اللي هضر الرجوله ديالك. الله هضره في المواقع، انا راني نديك الواقع، ديتك الواقع في قلب الجزائر بشحال داير الزيت والسكر وكذا. ما عجبكش الحال، ما عجبكش الحال لحقاش، قلت لك انا دوله الجزائر تدعم جميع المواد الغذائيه صح، وانا واش دخل والزيت والسكر وداك الشيء واش دخلوا في الملك واش دخلوا في المملكه؟ كتقول لي خائن الوطن، واش الملك كيبيع لنا الزيت؟ كيبيع لنا الزيت، كاينين محتكرين للسلع، كاينين محتكرين في المغرب، كاينين ولاد الحرام كنتحمل المسؤوليه على الهضره اللي كنقول، فهمتني؟ كاينين ولاد الحرام اللي غلاو علينا المعيشه، انا راني شريك انت وبدود الزيت، فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ كندافع على الشعب المغربي مساكن اللي ما قدوش يجي هذا. سيروا تشوفوا في الفيسبوك، واحد سولوه قالوا له قلنا رايك في كاس العالم وكذا وهذه، قال لهم انا رايي، قال لهم انا رايي في كاس العالم نقصوا لنا من المواد الغذائيه ما بقيناش قادين نشريوهم. جيت انايا كنشوف شوف تي في، انا شنو هو السبب اللي جعلني نجاوبكم على بزاف الاسئله؟ شنو هو السبب اللي جعلني ندير الفيديو نتاع دوله الجزائر كتدعم المواد الغذائيه؟ شوف تي في ما بغاتش تحشم، شتي تشوف تي في؟ راعي شوف تي في، نتحداك انت وهادو اللي مكونين معاك كاملين وجهك مباشره، ونقول لك انت اكبر منافق واكبر مفسد، لا انت لا هذوك اللي كتلقاهم بالميكراويات، لا هذا ما كتلقى فين تمشي هذيك ديال شوف تي في كتمشي تجي البطاطا والخضره، اجي وقولوا لهذوك الكبرانات ديال الجزائر، اجي وقولوا لهم كذا، انا على الشيطان، انا على الشيطان، راه ولدك كبير، انا شفتك ذاك النهار ولدك كبير، انا على الشيطان، وراه غدا فاش تدخلي لقبرك اقسم بالله تتحاسبي على هذا الكلام اللي كتقولي. نتوما سبب اللي ما خلاوش الامه الاسلاميه توحد، نتوما هما السبب ديالنا، خليتونا اللور 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 اللور. كي جيت عطيتكم غير بعض الحقيقه ديال المواد الغذائيه، لكن كنت غادي نمشي ان شاء الله دابا من تونس كنت نطلع لتركيا، اقسم بدين الله ترجع الجزائر كونطرا فيكم، ماشي في المغاربه الاحرار خوتنا والحباب، حنا كاملين كنقولوا عاش الملك، والله ينصر سيدنا، والله ينصر والله ينصر تبون، والله ينصر سعيد قيس، والله ينصر جميع رؤساء الدول الاسلاميه. سمعتني؟ هضرت على الاسعار، مش الملك اللي كيبيع لنا الزيت، وهضرت على مول الزيت، لكن انت اللي كاتب لي في التعليق هذاك مول الزيت مجوز لك بختك، وقول له ينقص لنا من الزيت، اوكي؟ فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ وتفاس كيهضر معاك، الحرق على الوطن، والحرق على ولاد الشعب، والحرق على الفقراء اللي كتهضر. انا راني نمشي نشري كاسكيط. يقول لي ب 200 ولا ب 200 درهم ولا ب 300 درهم، نقول له نقص لي ما فيها والو، لا انت ما قادش تقول له نقص لي، امك كتصرف عليك ولا اختك كتصرف عليك، انا راني ما قادش، مش انا قاد الحمد لله، اللهم لك الحمد عندي رزقي، كاينين الناس اللي ما قادينش. هذه هي اللي بغيت نوصل لكم الرساله، انا راه كنهضر كندافع على شعب مسكين كومبلي، واخوتي المغاربه اذا كان فيكم غرام ديال الرجوله اللي كيشوف هذا الفيديو هذا بارطاجيو الماكسيمو، لو كان فيكم غرام ديال الرجوله اكتب ليه في التعليق قول لي واش بصح، وبدود الزيت دير ب 120 درهم هي 7 اورو للدول العربيه باش نفهمكم اخوتي، بدود الزيت ب 5 يطرو داير ب 12 اورو 10 اورو هي 100 درهم و2 اورو 20 درهم 120 درهم 125 12 اورو بدود الزيت، وفي الجزائر لقيتو ب 3 اورو، وتجي صحافه تشوف تي في تقول لي الجزائر عايشين في المجاعه، كي جيت انا وريتكم الجزائر ودخلت للسوبيرات وريتكم، ولا ما انتقدتوش هذوك اللي كيديروا مقارنه الاسعار في تركيا في اسبانيا في كذا في المغرب، الجزائريين كيهبطوا يديروا كذا وهذا، وكاينين قبل مني مغاربه داروه مقارنه الاسعار، وكتبوا كتبوا كتبوا في اليوتيوب
قبل مني مغاربه داروا المعيشه في المغرب والجزائر، لكن انا جبتها بواحد الطريقه. انا دخلت مباشره للسبيره، شحال من واحد جالس غير في داره وكاتب لكم جايب لكم كيلو سنيده وكيلو كذا وكيوريكم. اقسم بدين الله العلي العظيم سوف اثبت للعالم كامل بان الجزائر عايشه في خير، وعايشه ماشي غير في خير، عايشين في خير كبير. اللهم لك الحمد، الله يزيدهم الله يزيدهم، ماشي كنحسدوهم. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ دافعت على الجزائر وعلى شهداء الجزائر، وغندافع على المغرب وبلادي المغرب، وما غيمنعني حتى شي واحد من المغرب. وداك اللي كيقول لي تجي للمغرب ونديرو لك، اذا كانت امك هي اللي كتحكمنا قول لها توجد لي الباسبور تاعي مع ندخل المطار، ندير انا وياها شي اتفاقيه وكذا، وهادي تعطيني ورقيه ونمشي بحالي. اصلا واش عندي انا في المغرب؟ انا المغرب كنموت بها وما تمنعنيش نتايا، ما تمنعنيش. انا راني هضرت على مول الزيت قلت له ينقص لنا، وهضرت على مول السكر قلت له ينقص لنا، ودخلت السياسه في هذه وقلت لك 70,000 مره لا دخل لي في السياسه، 70,000 مره كتبتها لكم وقلتها لكم فمي، لا دخل لي في السياسه. كنتكلم على المواطن البسيط اللي ما قدش يشري مواد غذائيه اوليه، ومنهم هذا المواطن البسيط الام ديالي، بوها مات وخلى لي امي في رقبتي هي وبنتي ومرتي، امي انا اللي كنشري لها التقديه، ساعه ساعه كنصيفط لها اللي كتب الله. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ حرصوا علينا العيشه في ذاك البلاد، فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ ومثلا كي كتقول لي انت ما تجيش للمغرب، امك واقيلا اللي سد علينا واقيلا الباب ديال المغرب. اخوتي ما كنهضرش على المغاربه باش ما يجيش واحد اخر. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.